أهلا بكم جميعا في المحاضرة الثانية في منهاج الاقتصاد القياسي في مستوى الدراسات العليا لقسم الاقتصاد. في هذه المحاضرة سوف ندخل قليلا في ماهية علم الاقتصاد القياسي وطبيعته وأغراضه وتطبيقاته وأنواع البيانات المستخدمة وما خلاف ذلك من النقاط الهامة. السؤال الذي يتبادر إلى الذهن في البداية هو: ما هو علم الاقتصاد القياسي؟ وعادة ما يشار إلى ذلك بأن هذه الكلمة هي مزيج من كلمتين Economics and Metrics، الاقتصاد والقياس، وبالتالي فهو يشير عادة إلى القياس في المجال الاقتصادي. كيف يتم استخدام الأدوات الإحصائية للتوصل إلى قياسات في المجال الاقتصادي؟ واحد الأمثلة على هذا هو تعريف ما يطلق عليه Financial Econometrics أو الاقتصاد القياسي المالي، وهو تطبيقات للمجالات الإحصائية والطرق الرياضية لحل المشاكل في مجال الاقتصاد المالي أو التمويل. وهناك بعض الأمثلة التي يمكن أن نسوقها لما يمكن أن يقوم به الاقتصادي القياسي في علاج المشكلات البحثية المختلفة. ومن هذه الأمثلة ما يتم ذكره الآن: اختبار ما إذا كانت الأسواق المالية تعاني من مشكلات خاصة بكفاءة المعلومات أم لا؟ اختبار ما إذا كان نموذج كابم أو ABT يعبران عن العائد والمخاطرة الخاصة بالأصول. قياس والتنبؤ به مدى التذبذب في العوائد على السندات. توضيح محددات تقييم الائتماني للسندات في ظل وكالات أو شركات أو مؤسسات التقييم الائتماني. وضع نماذج أو نمذجة العلاقات طويلة الأجل ما بين الأسعار وأسعار الصرف. تحديد نسبة التغطية المثلى بالنسبة للأوضاع المستقبلية للبترول. اختبار الطرق التجارية أو التبادلية التقنية التي تحدد أيا منها يجلب مقدار أكبر من النقود. اختبار الفروض الخاصة بالعوائد والتوزيعات المعلن عنها وهل لها تأثير على أسعار الأسهم أم لا. اختبار ما إذا كانت الأسواق المستقبلية تتأثر بشكل واضح بالأخبار المتزايدة والمتسارعة أم لا. التنبؤ بالعلاقة ما بين العوائد الخاصة بالأسهم
هنا نقوم بالتركيز قليلا على الخصائص الخاصة بالبيانات المالية. ونشير إلى التكرارية وكمية البيانات. وقد نشير إلى الجودة. فعلى سبيل المثال، أسعار الأسهم في البورصة تقاس عند كل وقت يتم فيه التعامل عليها. أما فيما يتعلق بالجودة، عادة ما يتم تسجيل أسعار الأصول عند التعامل عليها. ليس هناك إمكانية لوجود نوع من الخطأ، أو هذا الخطأ قد يكون نادر الحدوث، ولكن هذه البيانات المالية تعاني مما يطلق عليه نويزي أو الإزعاج، وقد يشار إلى ذلك بحجم التذبذب الكبير في هذه البيانات. كم نوع من البيانات ممكن أن نجده في الاقتصاد القياسي؟ حقيقة هناك العديد والعديد من الأنواع، ولكن عادة يمكن أن نشير إلى ثلاثة من أهم هذه الأنواع. أولهم السلاسل الزمنية، ثم البيانات القطاع مستعرض أو القطاعي، ثالثهم مزيج ما بين هذا وذاك، ويطلق عليه العديد من الأسماء، ولكن يمكن أن نسميه هنا وهو حالة بانل داتا البيانات القطاع زمني، بمعنى أنها بيانات قطاعية كروس سيكشن وفي نفس الوقت زمنية تايم سيريز. البيانات يمكن أن تكون كمية مثل أسعار الصرف، أسعار الأسهم وهكذا، أو يمكن أن تكون كيفية. على سبيل المثال تحديد يوم في الأسبوع. والآن يمكن أن نأخذ مثال على البيانات السلاسل الزمنية. Gross National Product GNP، الناتج القومي الإجمالي، أو حجم البطالة. عادة ما تكون هذه البيانات محسوبة في شكل شهري أو ربع سنوي، وفي أغلب الأحوال فهي متوفرة في شكل سنوي. Government Budget Deficit، عجز الموازنة العامة، هذا يحسب عادة سنويا بعد إجراء الحسابات الختامية. Money Supply، المعروض النقدي، هذا عادة ما يحسب أسبوعيا وفقا لما يحدده البنك المركزي وتعاملاته مع بقية البنوك التجارية. Value of Stock Market Index، سعر أو قيمة الأسهم، هذا عادة يتحدد مع كل تعامل. والآن فلنرى ما هي طبيعة الاختلاف بين البيانات الزمنية والبيانات القطاعية. فلنعرض بعض الأمور أو بعض المشكلات التي يمكن علاجها باستخدام الانحدار أو التقدير القياسي في ظل بيانات السلاسل الزمنية. يمكن دراسة مسببات التغير في قيمة الأسهم أو مؤشر الأسهم في دولة ما خلال فترة زمنية محددة.
وهذا في إطار التحليل الكلي. يمكن أن ندرس أيضا كيف تتغير قيم الأسهم لشركة ما وفقا لما يتم الإعلان عنه عن المدفوعات الخاصة بتوزيعات الأرباح، وهذا على المستوى الجزئي. يمكن أن ندرس علاقة التغير في عملة أو قيمة عملة الدولة على تغيرات أسعار الفائدة، وهكذا. كل هذه الأمثلة تشير إلى حالات مرتبطة ببيانات سلاسل زمنية. فيما يتعلق بالبيانات القطاعية، فإنها تلك البيانات التي يتم تجميعها عن أو في ظل فترة زمنية واحدة. على سبيل المثال، إذا تم تجميع بيانات العوائد الخاصة بالأسهم في بورصة نيويورك في يوم واحد، فهذه بيانات قطاعية، لأنه لا يوجد تغير في البيانات وفقا للتغير في الزمن، فالزمن تم تثبيته عند وحدة زمنية واحدة. ما هي علاقة البيانات القطاعية بالبيانات القطاع الزمنية؟ علاقة الناتج المحلي الإجمالي أو مع احتمالية أن تقوم الحكومة بالتخلي عن سداد ديونها الخارجية في فترة زمنية محددة هو أحد أشكال البيانات القطاعية، لأن عنصر الزمن لن يتكرر هنا، فهذا يحدث في فترة زمنية واحدة. أما فيما يتعلق بالبيانات القطاع الزمنية والتي لها بعدان، بعد قطاعي وبعد زمني، فإننا يمكن أن نعرضها كالتالي: الناتج المحلي الإجمالي لمدة 30 عاما لمجموعة من الدول في الشرق الأوسط. هنا نجد أن كل دولة في فترة زمنية واحدة أو مجموعة الدول هذه في فترة زمنية واحدة هي بيانات قطاعية. أما إذا أخذنا كل دولة لمدة 30 عاما، ماذا يحدث في الناتج المحلي الإجمالي الخاص بها؟ فهي بيانات سلاسل زمنية. أما إذا تم جمع كل هذه الدول بكل هذه السنوات، فنحن أمام بيانات قطاع زمنية. هنا يثور تساؤل: ما إذا كانت البيانات متصلة أم منفصلة؟ والمقصود هاهنا بالبيانات المتصلة أو المنفصلة هي البيانات التي يكون هناك قيم كثيرة بين رقمان لها. فعلى سبيل المثال، إذا نظرنا إلى الدخل، الدخل هو متغير متصل، لأنه إذا كان دخل أحد الأفراد 1000 وهناك دخل لفرد آخر 2000، فبين 1000 الأولى والألف الثانية عدد لا نهائي من الأرقام للدخل، قد يكون 1000 وجنيه، 1000 وجنيهان، 1000 وجنيه وخمسون قرشا، وهكذا، فهذا متصل. أما إذا تحدثنا عن عدد الأفراد الموجودين داخل غرفة ما، فهو منفصل، لأننا سوف يكون لدينا أرقام محددة، فرد 2 3، لا يمكن أن نحصل على فرد ونصف أو فرد وربع.
هناك نوع آخر من البيانات ما يطلق عليه cardinal, ordinal and nominal. الأرقام التراتبية وهي ordinal تأخذ الشكل التالي. على سبيل المثال تقدير الطلاب في مادة ما قد يكون مقبول، جيد، جيد جدا، امتياز. هذا تراتبي رتب وليس رقمي كما في حالة cardinal number أو البيانات الرقمية غير التراتبية. شكرا جزيلا.